السلام عليكم. النهارده بإذن الله هندي مقدمة عن البايثون. إيه هو البايثون واتعملت ليه وأنا بستخدمها ليه وكل الكلام ده. البايثون يا شباب لغة سهلة وبسيطة، بتدعم ممكن تعمل بيها أكتر من حاجة. يعني ممكن أبدأ أستخدمها في تطبيقات الديسكتوب، ممكن أبدأ أستخدمها في تطبيقات الويب، في الألعاب، في الويب ديفلوبمنت، أبدأ أشتغل فيها أندرويد، أبدأ أشتغل أي أو إس، ابدا اشتغل فيها حاجات بتاعت الداتا ساينس، الذكاء الاصطناعي، ماشين ليرنينج وديب ليرنينج، ابدا استخدمها في الداتا اناليتكس. كل التفاصيل دي كلها ببدا استخدمها. يبقى البايثون كل بتستخدم في اكتر من حاجه ما عدا حاجه واحده بس، اللي هي ايه؟ الهاردوير. يبقى البايثون ما بتكتبش حاجات بتاعت الهاردوير. اقدر. طب انا اشمعنى انا استخدمت البايثون؟ البايثون بتدعم اكتر من بلاتفورم. ممكن ابدا اشتغل على ويندوز، على ماك، على لينكس، بتدعم اكتر من بلاتفورم. اقدر تقدر استخدمها بقى في اي حاجه زي ما انا عاوز، زي الويب، زي الديسكتوب، زي برامج ممكن استخدم في الماشين ليرنينج، في الديب ليرنينج، في الاي اي، ابدا اشتغل في الداتا ساينس، الداتا اناليتكس، دي كلها ببدا اشتغل في البايثون. ايه تاني؟ البايثون بتدعم لي اكتر من لغه. يعني ايه؟ بتدعم اكتر من لايبراري. يعني ممكن انزل اكتر من لايبراري كده وابدا استخدم. يعني واحد عاوز يستخدم مثلا ابدا يستخدم في الماشين ليرنينج او في الديب ليرنينج، انزل مكتبه اسمها تنسر فلو وابدا اكتب فيها. دي تعتبر لغه سهله وبسيطه. دي اتعملت سنه 89. دي بقى دلوقتي اوبن سورس. يعني ايه اوبن سورس؟ يعني مفتوحه المصدر، يعني اي حد ممكن يبدا ينزلها من على الويب سايت ويبدا يعدل فيها ويستخدمها وتكون حاجه دي بيسك. تمام كده؟ وايه الفرق بينها وبين جافا؟ قال لك الجافا تعتبر لغه ستاتيك، اما البايثون دايناميك. يعني ايه يعني دايناميك؟ قال انا ممكن وقت التنفيذ ابدا اغير في حاجه، ابدا اعدل في الكود. يبقى لغه بايثون بتدخل في في جميع المجالات ما عدا مجال الهاردوير. بتدعم اكتر من بلاتفورم. ممكن ابدا استخدمها عشان اتعلم بيها اكتر من حاجه زي الديسك توب والويب ديفلوبمنت، كل الحاجات دي ابدا استخدمها في مجال مثلا واحد عاوز يستخدم ديب ليرنينج مش ليرنينج، ابدا اتعلم بايثون. بتدعم لك اكتر من بلاتفورم. ممكن اشتغل على لينكس، على ويندوز، على ابدا اشتغل على كل الحاجات دي. لغه سهله ولغه بسيطه وبتدعم لي اكتر من ايه؟ من لايبراري. فيها مكتبات كتير جدا. تمام. بيقول في بس حاجه بسيطه، في عندي بايثون 2 وبايثون 3. ايه الفرق لما اقول له مثلا بايثون 2 وايه الفرق لما اقول له بايثون 3؟ بيقول لي الاصدار اللي احنا شغالين حاليا بايثون 3. طب يفرق ايه عن بايثون 2؟ في حاجات اتغيرت كتير. يعني مثلا على سبيل المثال داله برنت كنت بقول له مثلا برنت مثلا ايه؟ واحد. دي بدات تشتغل. دي كانت معموله في البايثون 2. لو جيت اعملها في البايثون 3 لا، بعد بدات اعمل قوسين دول، ابدا اكتب ايه؟ عاوز اطلع مثلا حاجه معينه. تمام؟ في حاجات اختلفت كتير جدا. كل الحاجات اختلفت ما عدا الامبورت. يعني شكل الامبورت في البايثون 2 هو البايثون 3. يعني لما تيجي ترن الكود المكتوب في البايثون 2 اهو زي كده، يقول لك هيطلع ايرور. طب نيجي نعمل رن كده، هيقول لك ايه؟ هيطلع ايرور اهو. قال لك ايه؟ في مشكله. ليه؟ لانك انت دلوقتي ده الاصدار بتاع بايثون 2. انا دلوقتي عاوز الاصدار بتاع بايثون 3، فلازم اكتب السنتكس بتاع ايه البايثون 3 شغال ازاي. تمام. ايه الفرق برضو بين بايثون 2 وبايثون 3؟ البايثون 2 ما كانش فيها لايبراري كتيره زي دلوقتي. دلوقتي بقت في مكتبات كتير جدا شغاله على البايثون 3، زي بيبدا بقى دخلت في الذكاء الاصطناعي ودخلت في الديب ليرنينج، بدات تعملها الويب زي مثلا جانجو والفلاسك وكل الحاجات دي كلها. فدي لغة سهلة وبسيطة تبدأ تتعلم عليها، ولغة تعتبر ايه كده؟ انفايرومنت كده، ريلابل وسهلة وبسيطة خالص. تمام؟ دي كانت ايه؟ مقدمة بسيطة كده عن البايثون وايه المجالات بتاعتها وبتستخدم فيه في كل التفاصيل دي. تمام؟